اهلا بيكم. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع اداره الضغط النفسي او الاسترس مانجمنت. الحقيقه الضغوط ملازمه لينا طول حياتنا وموجوده حوالينا في كل مكان، ومسبباتها كتيره جدا، بتبدا من ديدلاين مش عارف احصله، او بروجكت كل ما نقفل فيه حته يتفتح تاني، او حتى طريق زحمه انا ماشي فيه وعايز الحق مشوار ومش لاحق، او الناس اللي عماله تكسر عليا وعماله تزعق والكلام ده كله. كل دي ضغوط بنعيشها بشكل يومي، ولكن الفكره هي ازاي نرياكت او يكون رد فعلنا تجاه هذه الضغوط. هو ده اللي هنتكلم عليه خلال الحلقه دي سريعا جدا. اول حاجه خليني اتكلم معاكم عليها هو ايه هو الضغط النفسي. الضغط النفسي هي الحاله الشعوريه اللي احنا بنوصل لها بسبب مؤثرات خارجيه، فقد يسبب ده مجموعه من القلق والنرفزه او الخوف. طيب لو هو ده الاسترس، فمثلا لو انا داخل امتحان عندي شويه خوف وقلق من نتيجه الامتحان، او يا ترى الامتحان هيجي سهل او صعب، داخل مقابله شغل عندي برزنتيشن مهمه للمانجمنت والان يا ترى ادائي هيكون فيها شكله عامل ازاي، عندي زي ما قلت لكم امتحان او عندي ديدلاين عايز احصله ومش عارف يا ترى هقدر احصل الديدلاين ده ولا لا، فبتتولد عندي مجموعه من المشاعر المتعلقه بالخوف والقلق والنرفزه الناتجه عن هذا الاسترس. طيب الاسترس مش كله وحش الحقيقه، يعني العلماء قالوا ان الاسترس انواع، في استرس ايجابي وفي استرس سلبي. ازاي اقدر افرق ما بين الاسترس الايجابي والاسترس السلبي؟ من قراياتنا الكتير في الموضوع ده تقدر تفرق بين الاسترس الايجابي والاسترس السلبي بحاجه بسيطه جدا. لو كان حضرتك ما زلت قادر على الانتاج فهو استرس ايجابي. يعني ايه؟ يعني لو انا النهارده عندي امتحان و مضغوط بسبب الامتحان ده وعندي مشاعر من القلق والخوف وما شابه، بس ستيل قادر اذاكر وستيل هذا الضغط اللي عليا وهذه المشاعر اللي هي قلق وخوف وكلام من ده مخلياني اذاكر اكتر واشتغل اكتر واحط ايفورت اكتر، ده استرس ايجابي او ضغط ايجابي، بوزيتيف استرس. طيب لو هذه المشاعر خلتني بقى عندي بقى قولوني العصب يشتغل وقلقان ومش قادر افتح كتاب ومش قادر اركز، وكل ما افتح كتاب الاقي افتكر الامتحان وممكن يجي صعب ومش عارف ايه وبطل مذاكره، يبقى ده استرس سلبي. لذلك هو علاقة غريبة جدا، علاقة كده زي علاقة الجرس كده، لو احنا رسمنا منحنى الاسترس مع البرفورمانس هنلاقيها زي علاقة الجرس. البرفورمانس بيفضل يزيد 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 كل ما الاسترس يزيد، ولكن لغايه نقطه معينه لما الاسترس يزيد يبدا المنحنى بتاعك في البرفورمانس ينهار. ولذلك هنا نقطه مهمه جدا للمديرين، نقطه مهمه جدا للاتش ار بروفيشنالز، نقطه مهمه جدا لكل الناس اللي مسؤوله عن انتاجيات ناس اخرى، ان انت كل ما بتزود البريشر بيزيد البرفورمانس. لازم تعرف النقطه اللي هتقف عندها علشان لما تزود البريشر ما ينهارش البرفورمانس. لذلك بنلاقي حاجه اسمها جوب بيرن اوت او الاحتراق الوظيفي، بيبقى الموظف مش قادر يقوم، مش عايز يروح الشغل، مش عايز يشوف زمايله، وصل للبيرن اوت. تمام؟ الطالب مش عايز يروح المدرسه، زهق. تمام؟ اللي بيذاكر مش عايز يذاكر، ليه؟ لانه وصل لمراحل من الاسترس وصلته لمرحله اسمها مرحله الاحتراق، خلاص هو مش قادر. هنا لازم يفصل ويبدا يشتغل تاني. فاذا دي فكره الايه؟ دي فكره البيرن اوت ودي فكره النيجاتيف استرس. حاجة من الحاجات اللي بتديني ستريس في حياتي هي فكرة الاهتمام بدائرة الانترست وليس دائرة الانفلونس، ودي كانت نظرية قالها ستيفن كوفي في كتاب العادات السبعة للأشخاص الأكثر فعالية. قال إن في دائرتين بنتحرك فيهم، دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. تمام؟ دائرة التأثير هي الحاجات اللي أنا أقدر انفلونس عليها، الحاجات اللي أنا أقدر أعمل عليها شغل. تمام؟ الحاجات اللي أنا في إيدي كنترول عليها. تمام؟ ولكن دائرة الاهتمام هي الحاجات اللي أنا مهتم بيها بس معليش كنترول عليها. فلما اجي افضل مهتم بحرائق غابات استراليا وقلقان على غابات استراليا وانا قاعد في مصر، مش هتعمل اي حاجه فيها، ما عندكش اي طول، هتفضل قلقان ومتضايق ومتعصب وجايب لك الموضوع ده جايب لك شويه ستريس. ولكن انت لكن لما تبقى متضايق على عندك امتحان بكره، عندك جوب انترفيو، عندك برزنتيشن رايح تقدم عليها او رايح تعملها، الحكايه دي في الانفلونس في الكنترول، فلما تهتم بيها الليفلز اوف ستريس بتاعتك هتقل. انت تهتم بيها تحط عليها ايفورت تبدا تشتغل عليها فيبدا الليفل اوف ستريس عندك ايه؟ يقل. And this is the idea ان ركز في الحاجات اللي عليك كنترول عليها،
وتركيزك ده هيقلل وقتك بشكل تلقائي في الحاجات اللي انت مالكش كنترول عليها، لان تفكيرك في الاشياء التي ليس عليك عليها سيطرة هيخليك ايه؟ هيخليك under stress، ومش هتقدر تعمل تجاهه حاجة، وهيفضل المخ يشتغل بالطريقة الجميلة اللي هو بيعرف يشتغل بيها. المخ هياخد الفكرة السلبية، هيفضل يشتغل عليها، يفكرك بالحاجات اللي شبهها، ويفكرك بالمشاكل ونفس الليفل، نفس الليفل، هيديك حاجات من نفس الايه، من نفس الشكل ونفس الليفل، وتبدأ تعيد انتاج كل هذه الامور، وده يزود عندك ايه الليفل اوف ستريس، وبالتالي يقلل الانتاجية بشكل ايه، بشكل مباشر. طيب الحاجة التانية اللي احنا ممكن نتكلم عليها هي براعة الدماغ كمان في تبديل الافكار. يعني عندك امتحان وخايف، فبدل ما بتقول لنفسك انا خايف من الامتحان، تبدأ تتكلم بشكل ايجابي ان ان شاء الله انا ذاكرت، عملت واحد اتنين تلاتة، ولازم تكون عملت الحقيقة، ما يكونش كلام بس وخلاص، لازم تكون عملت شوية حاجات. انا عملت واحد اتنين تلاتة، وبناء عليه ان شاء الله انا بذلت المجهود اللي عليا ودعيت ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله بتوفيق ربنا انا هقدر اعدي هذا الامتحان. بدل ما تكون الفكرة الامتحان هيجي صعب ومش هعرف احل وما شابه، افكار السلبية هتفضل موجودة، الشيطان هيبدأ يشتغل، اصحابك لا قدر الله لو عندك اصحاب سلبيين هيدولك افكار سلبية، تفتح الامتحان، تفتح التلفزيون تلاقي واحد بيكلمك على ايه، على ان ازاي فشل في حياته مثلا، او تشوف فيلم فيه مليان فشل وقتل وضرب وكلام من ده. نقي دماغك من هذه الافكار. It's not about stress, it's about how we react to the stress. مش الحكاية ان الستريس او الضغط، لان الضغط هيفضل موجود والعصبية هتفضل موجودة والمشاكل هتفضل موجودة الحقيقة، ولكن طريقة تعاملنا معاها هو اللي هيخلينا نقدر نبقى productive وناجحين بشكل افضل. طيب فتغيير الافكار اللي جوه دماغنا وتبديل اي فكرة سلبية بفكرة ايجابية، ده هيساعدك كتير جدا ان انت تقلل levels of stress. سريعا جدا، ايه كمان اخر حاجة، ايه كمان ممكن تقلل levels of stress؟ الحقيقة هو satisfying the basic needs، بتاكل كويس، بتشرب كويس، بتنام كويس، كل الحاجات دي، بتاكسرسايز، بتعمل تمارين، الحاجات دي كلها بتخلي الليفل اوف ستريس يقل. وخلي بالكم السايكل بتاعه الاسترس، ان انت بتجي ستريس، تبدا تدخن، تبدا تاكل كتير، تبدا مش عارف ايه، فترجع مضغوط تاني لان وزنك مبقاش عاجبك، فترجع تاكل تاني، فمش عارف تشرب ايه، تك تك تك، تفضل ماشي في الدايره لغايه ما تيجي في وقت لازم تكسر هذه السايكل او هذه التشين. فاكل اكل صحي، بتشرب باستمرار مية بشكل صحي وبشكل بالليفلز المطلوبة، بتاكسرسايز وبتلعب تمارين، بتنام بشكل كافي، وده مهم جدا. يعني حتى النصايح اللي بننصحها دايما للبزنس ليدرز ان هم لازم يناموا بشكل كافي علشان يقدروا ياخدوا ديزيشنز بشكل احسن. لازم تبقى مخطط كمان، تتعلم ازاي تعمل ادارة وقت، ازاي تبقى عندك productivity tools بتشتغل عليها بشكل متقن علشان تحسن levels of productivity. فمثلا واحدة من الحاجات ان انا شخصيا بستخدم يوم الخميس اخر اليوم خالص، ان انا بلان الاسبوع اللي جاي، ابدا ارتب الكالندر بتاعتي، اشوف الميتنجز اللي ورايا، اشوف لو عندي محتاج احضر حاجه، لو عندي ميتنج مهم ازاي ابدا احط له اكشن بلان كده سريعه، علشان اول ما يبدا يوم الاحد ابقى جاهز بالاكتيفيتيز اللي انا عايز اعملها. انا خلاص انا خلصت فقره البلاننج، لان لو سبت البلاننج لاول يوم شغل استحاله تعمله، وهتفضل مصير في البلانز اللي الاخرين عاملينها. فدي حاجه من تريكايه من تريكس البرودكتيفيتي. الايماجينيشن، لازم تعمل اللي عليك وتيماجن وتتوقع الافضل من الله سبحانه وتعالى ومن كل اللي حواليك. فدي حاجة مهمة. واحدة من الحاجات الأخيرة اللي انت لازم تستخدمها علشان تقلل الليفلز اوف ستريس، هي ان انت تحيط نفسك بناس ايجابيين، ودي حاجة مهمة جدا. ما تسمعش للسلبيين، ما تتفرجش على افلام بتبث الكآبة والنيجاتيفيتي، شوف حاجات ايجابية، شوف حاجات ناجحة، شوف حاجات بوزيتيف. وفاينالي في الاخر، لو كل الحاجات دي ما نفعتش، الجأ الاستشاريين المتخصصين في علم إدارة الضغوط أو في علم النفس، خليهم يساعدوك، يدولك استشارات بتولز قوية جدا تقدر تساعدك ان انت تعدي مرحلة الاسترس. الاسترس مش هيروح في اي حتة، الاسترس هيفضل موجود. It's not about stress at all, it's about stress management. لازم تتعلمه ازاي تعمل إدارة للضغوط في حياتك علشان توصل لنجاحات اكبر ان شاء الله في كل وقتك. شكرا ليكم، اتمنى تكون الحلقة النهاردة عجبتكم، وستي تيوند فور حلقات تانية ان شاء الله كتير. مستنيكم في الكومنتات لو حد عنده اي سؤال، وكمان تشرفونا بالسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم واشوفكم على خير. انا مروان علي.